السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحه؟ اش كتعاودوا يا الاخوان؟ شدوا لي الكلاب الضاله، شدوا لي الدجاج كلاوه، دخلوا المزرعه وكلاو لي الدجاج. ها نتوما كما كتشوفوا هنا، ها هو الريش، الكلاب الضاله. احضيو مع الكلاب الضاله اللي عنده السياج يدير ليه السياج، خاص يكون عنده واحد السيناج كيديروه من التحت، انا ما دايروش. ها نتوما، ها هما منين دخلوا، ها نتوما وهنايا منين دخلوا، وهنايا كلاو ليا الدجاجات. ها هي وحده فين جابوها، وحده كلاوه، وحده كلاوه، وهذه هنايا جابوها هنايا. ها هي كلاوة مسكينة، خلاو فيها على النص. هيا كما كتشوفو هنا، هنايا أنا جبت هاد البريطة، غنصايب ليهم هاديك البلاصة منين دخلو. هيا جبت البريطة، وجبت هاد العتلة، وجبت البالة، وهنايا السلك واللقاط. اللي عندو الدجاج حذيو مع الكلاب الضالة، حيت كاين الكلاب الضاله تيكونوا غير ضايعين، الا دخلوا لك الدجاج راه يساليو معاه. ها هما منين دخلوا كما كتشوفوا هنايا، ها الثقبه منين دخلوا، وهذه هنايا كلاو منا وخلاوها هنايا، كلاو منا راه واكلين النص فيها، كلاوه وخلاوه هنايا. ها هي وهذا الفيديو غير قصير وتحذيري، ولي عنده دجاجات بحال بالليل ولا في النهار، دابا دورا دخلوا بالنهار، حيت تعرفوا بنادم مع ديك العشيه تيكون يمشي ينعس شويه، تعرفوا تتكون الدنيا خاويه ودخلوا، حيت فاش تكون الدنيا عامره ما كيدخلوش. وهاد المره راه مدخلوا وضربوا لي الدجاجات، عذر الله خرجت القضيه شويه سالمه، ما كلاوش الدجاج كامل، يلا ضربوا هاد الجوج وشفتهم، وما كانوا كلا غياكلوه كامل. هو هنا درت واحد الحفره هنايا باش غادي نخشي في هذيك البريطه، باش غتغلق هاد الثقبه هذه. ها هي هاد الثقبه منين دخلوا، من هنايا منين دخلوا. ها هي غادي ندير هاد البريطه هذه باش غتسد ليا الثقبه هذه.
هنايا حنا سدينا عليهم، كنتمناو من الله ميبقاوش يدخلوا. احنا سدينا عليهم هنايا، صافي سالينا انتهينا من الخدمة، وتنطلبوا من الله ميبقاوش يدخلوا، حيت ما بغيناش نديروا لهم السم، ما بغيناش نأذيوهم ولا نديروا لهم شي سام ولا شي حاجة. نسدو عليهم ونتحاربوا معاهم غير بالسدان ونجريو عليهم، حتى يهديهم الله ويمشيو بحالهم. ايوا وهذا الشيء اللي كاين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو وشي كومونتير الاخوان يكون زوين، والسلام عليكم ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير.